قاعد بتفرج على الاخبار كالعادة يوميا قبل الفطار طبعا، وبعدين لقيت يا ولده 30 واحد اتقتلوا في محطة القطار واكتر من 100 جريح، كلهم مدنيين مش ناس بمدرعات. لا هو بيشطر بس عن مدنيين، اصل الخسيس ما يتشطرش الا من وراء قوته، لكن يقف راجل لراجل ازاي يقف راجل لراجل. المهم ده برضو حاجة من ضمن الحاجات وجرائم الحرب عشان يبقى مجرم حرب رسمي. السلام عليكم، ازيكم، اخباركم ايه؟ النهاردة 8 ابريل، يعني قلت لازم اعمل الفيديو ده عشان انا مش بتكلم سياسة ولا بحب اتكلم سياسة، انا بتكلم دايما واقع، حتى كلامي ما بيبقاش مرتب، ولكن هي دي الحقيقة اللي بتحصل في العالم اللي احنا موجودين فيه. فهمت؟ هو ده اللي أنا بقصده من فيديوهاتي، وحسبنا الله ونعم الوكيل في بوتين واللي بيسنده قولا وفعلا وعملا. رمضان كريم وأنا صايم. من جرائم الحرب عشان يبقى بوتين ده مجرم حرب رسمي. موضوع صراحة حبيت أقوله في اليوم يغسل ماء الوجه، كسفته وزلته وخسايره وبلاويه ما خسرهاش في الحرب العالمية التانية. يعني بوتين خسران، بوتين دمر بلده، الحمد لله ربنا يدمرها كمان وكمان ويدمر اي حد يقف جنب الراجل ده. ليه؟ لاني اللي احتل واللي ساند واللي قتل واللي حارب هم الروس. الاوكران ما راحوش حاربوهم. اول حاجة الرئيس المهرج، الرئيس الممثل، النازيون الجدد، نزع النازية، القوميين الارديف مش عارف ايه، يعني اي تهبيل في اي تهبيل، ولا عارفين يعملوا اي شيء ولا يقولوا اي شيء. خلاصة الموضوع يا جماعة، لو الاوكران هم اللي اعتدوا اقسم بالله العظيم اكتر واحد كنت وقفت ضدهم انا، لاني ما ينفعش ان انت توافق على الظلم، ما ينفعش ان انت توافق على الكذب، ما ينفعش ان انت توافق على قتل المدني اللي هو ممكن يبقى مسلم زيه زيك، وفي عرب ماتوا في اوكرانيا مسلمين وموحدين بالله وانت فرحان وعمال تساند بوتين. ان شاء الله باذن الله ربنا ينتقم منك ويوقف حالك ويسدها في وشك كمان وكمان وكمان. امين يا رب وانا صايم. وبكره تشوف تسديده الوش، ابقى ارجع على بلدكم نق الدوده في الغيط عندكم. فهمت؟ المهم الراجل اللي اسمه بوتين المجنون ده، الراجل ده نهاها بجرائم بوتشا واللي شفناه والناس اللي اتقتلوا عيني عينك قدام الناس، وده اثار غضب الرأي العام في أوروبا كلها ضد هذا مجرم الحرب اللي هو بوتين. ناس بتزعل لما بقول حسبنا الله ونعم الوكيل فيك، إن شاء الله تنزل وتبقى زي الناس اللي بتموت دي عشان تحترم نفسك ولسانك يبقى جوه بقك. مش عارف ليه هاري ناس كتيرة قوي مزعلهم، مع أني أنا بقول حق. بقول حق ليه؟ لأني أنا عمري ما دفعت عن مثلا الرئيس الاوكراني وقلت الرئيس الاوكراني ده بطل ده كذا، ما بقولش كده. انا بقول على اللي بيحصل في اوكرانيا. مش عارف ليه الناس دايما بتزعل لما بقول حسبنا الله ونعم الوكيل، وخصوصا وانا صايم زي دلوقتي كده والمطر نازل، المفروض ندعي من القلوب فربنا ينتقم منه. كل واحد بيساند هذا الرجل، حط لسانك جوه بقك وعيش وشوف الخيبه اللي انت عايش فيها، مالكش دعوه بالامور دي لانك انت بتزود نفسك بلاوي وانت ما انتش ناقص. طيب السؤال بقى اللي بيطرح نفسه، ان الخارجيه الروسيه او وزاره الدفاع الروسيه ان الكلام ده مش مظبوط وان الاوكران هم اللي قتلوا الناس في بوتشا. خلاص معاك. طيب مش انت برضو قلت ان الصواريخ بتاعتي دقيقه المدى؟ ماشي، مش انت اللي قلت كده؟ يعني انت لما تطلع صاروخ من عندك من مركب في عرض البحر او حتى من روسيا نفسها او من بيلاروسيا اللي بتسندك، مش المفروض الصاروخ ده يروح على المكان الصح اللي وداه عند محطه القطر اللي خلاه ضرب محطه القطر والناس اللي خارجه وماتت واكتر من 100 جريح؟ مين اللي ودى الصاروخ بتاعك عندهم؟ طول اليوم والايام ال40 ولا ال44 ولا ال47 وهيفضلوا كده ياخدوا على قفاهم ويتهزموا داخل اوكرانيا بعون الله. ليه؟ لان الاوكران عرفوا ان دي قضية وطنية، لكن الروس ما لهمش اي حق ولا عندهم حتى ريحة الوطنية. الراجل الدكر
اللي بيتكلم انا نفسي يروح الجيش عنده ويقول لهم انا عاوز اسلم نفسي، عاوز اروح احارب، لكن قاعد عمال يعدد زي النسوان ويتهم غيره هو والحشه اللي معاه بالجهل وعدم المفهوميه، والناس شايفه مين اللي ما بيفهمش اصلا، يعني حاجات كتيره قوي. الواحد مش عاوز يتكلم عشان بشوف بعيني، محدش بيقول لي، ولساني لحد دلوقتي ساكت ماشي، مش عاوز اتكلم برضو احتراما لكلمه الواحد ادها لبعض الناس. المهم ما علينا، فانا استغرب من المعتوه اللي اسمه بوتين ده، انت عاوز ايه بالظبط؟ طيب اللي بيساندك ده هو انت محتاج مسانده؟ ده انت دمرت البلد والمنشآت والبنيه التحتيه الموجوده في البلد، حتى الناس قتلتهم، انت عاوز ايه تاني؟ هو انت عاوز خالد ولا زين ولا عين ولا طه ولا ايا كان الاسم يساندك؟ يساندك ليه؟ هو انت بتساند اللي قتل السوريين؟ بتسانده ليه وانت عندك دم اصلا؟ وبعدين تطلع 100 مبرر ليه الراجل الوقح ده؟ مش فاهم على اي اساس انت بتطلع له مبررات، على اي اساس انت بتحاول ان انت تسنده وتدافع عنه؟ هو محتاج دفاع ولا انت محروق على البلد اللي انت مبقاش فيها مستقبل، وبقت افغانستان وباكستان فاتحين لك اللجوء داخلها، فانت مالكش مستقبل اساسا، مفيش اي دوله اوروبيه هتقبلكوا حتى تروحوا بجوازكم فيها، كل الناس طردتكوا وديتكوا على قفاكوا، يعني انتوا بقيتوا مكروهين. وعشان تصلح هذا الموضوع يدينا ويديك طول العمر. بالنسبه للروبل انه طلع او نزل، انت بتاكل بكام في روسيا؟ بتشرب بكام في روسيا؟ طبعا انت متدمر في الاسعار، والكلام ده مش هتحس بيه دلوقتي، اتقل على رزقك لما الموضوع يطول شويه، وابقى افرح قوي وقول الروبل، اصل انت كل يوم بتشتري لك 2000 دولار تحطهم في الخزنه عندك، كلها على الله والعبد وسيده على المحطه، فهمت؟ اتمنى اللي انا عملته النهارده تكونوا انتوا فهمتوه. الروس كذابين مخدعين، بيكذبوا وبيقتلوا المدنيين ودمروا البنيه التحتيه داخل اوكرانيا ودمروا الشعب الاوكراني. الناس فهمت الحقائق، الاوروبيين كلهم واقفين ضد روسيا عشان عارفين ان روسيا مش على حق، روسيا بشاشه، روسيا عاوزه تغتصب الارض مش بتاعتها، عاوزه تهيمن على العالم وهي مش هتعرف. والله روسيا ما هتنتصر، والله روسيا ما هتنتصر، والله روسيا ما هتنتصر، وان شاء الله بكره افكركم. صباحكم جميل، خلي بالكم من نفسكم يا عرب، السلام عليكم، باي باي.